السلام عليكم حبيبات قلبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ على خير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. تكونوا دوزتوا نهاركم مزيان وعلى خير يا ربي، وتقبل منا ومنكم الصيام وسائر الاعمال يا ربي. وكيف العاده اول حاجه نبداو بها اللي هي الصلاه والسلام على اشرف المرسلين على بركه الله. غادي ندوز باش نوجد اولا غنشارك معكم فطوري هذا النهار، نهار رابع من ايام رمضان. فطور اللي ساهل كيف العاده، كيف ما عودتكم دائما. هنا يا البنات غادي نبدا بالتحليه. اول حاجه غنبدا بها هي التحليه باش تبرد ليا. شنو درت في هاد التحليه؟ درت فيها واحد شويه ديال التمر، تقريبا واحد 10 ديال التمرات اللي غسلتهم ونقيتهم، شويه ديال القرقاع اولا اي نوع من المكسرات عندكم، ساشي ديال الفاني نيدو وزن 50 غرام، جوج معالق كبار ما عامريش ديال السكر سنيده لاننا درنا التمر والتمر حلو، وجوج معالق كبار عامرين ديال مايزينا، ونص لتر ديال الحليب. غادي نطحن كلشي في الخلاط الكهربائي من غير مايزينا، هي اللي غادي نضيف التالي. غادي نديهم فوق البوطه حتى يغلى ليا الخليط اولا يختار، وندوز باش نخويها، نخوي داك الخليط في الكويسات. هنايا الكويسات البنات هاد البسكوي راني غير هرمشتو درتو من التحت، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. غير كيبقى عندي مثلا بسكوي هكا في الدار كنبغي نستعملو صافي، وكيجي كذلك زوين حتى في الشكل وفي المذاق. هنايا البنات غادي نخوي ديك التحليه ديالي، راه شاطلي منها، وغادي نديرهم في كويسات اخرين. غدا غادي ان شاء الله يا ربي الى كتب غادي ندير معكم التحليه نفسها ولكن الطبقه الثانيه مختلفه. صافي البنات غادي ندير ديك التحليه ديالي تبرد في الثلاجه، وندوز باش نوجد الحشوه ديال لي نيم ديالي اولا لي سيكار. بورقه فيلو كتجي زوينه بزاف. هنايا البنات عندي خيزو محكوك، بصله مقطعه، فلافل الوان الا كانت متوفره عندكم، شويه ديال الزويته، شويه ديال الملح، وشويه ديال البزار فقط. غادي نشحر كلشي مزيان، وغادي نضيف عليهم العطريه ديال الحوت وشويش ديال التحميره. صافي يعني العطريه ديالنا ثلاثه ديال المكونات اللي درنا، التحميره والبزار والعطريه ديال الحوت. صافي باش تجيكم الحشوه ديالكم لذيذه وزوينه، ما تكثروش بزاف ديال العطريه. صافي هنايا خديت واحد المعلقه صغيره ديال لاموطارد، وخديت هنايا الكفته ديال الديك الرومي اولا لاتاند. الا كانت عندكم الكفته العاديه اولا صدر الدجاج حتى هما ديروه، دائما الحشوه كيبقى على حساب المتوفر عندكم. ولا ما كانش عندكم ديروا غير خضيره مع الشعريه الصينيه، راه كتجي زوينه. من بعد ما درت ديك الكفته نزلات لي شويه، زدت عليها الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء، وشويه ديال الزيتون مقطع والزعتر باش نسمت، ممكن نسمو بالمعدنوس. صافي هنايا غادي ندوز باش نقطع ورقه الفيلو ديالي، قطعتها على اربعه بهذا الشكل هذا. غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزبده اولا شويه ديال الزيت ضروري البنات، لانني ما غاديش نقليهم، دائما في اطار كل ما هو صحي وخصوصا في الفطور، يعني كتكون الماده ديالنا خاويه بلا ما نعطيوها شي حاجه ديال القلي ولا اللي ماشي صحيه. الا تشهيناها ما فيها بث مره، ولكن من الاحسن نديرو هادشي في الفران. صافي البنات من بعد ما اللي بغى يقليها البنات يقليهم، مهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ولكن حتى في الفران راه كتجي مقرمشه وزوينه وما شرباش الزيت. هذا هو اللي كاين البنات. غادي ناخذ هنايا واحد الوريقه، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، غادي نشكل على شكل سيجار كيف ما كتشوفوا في الفيديو تماما، يعني راه ساهل سهله الطريقه. من بعد الغزالات ديالي ما غنسالي دوك لي سيجار ديالي، غادي ندهن لاطا بشويه ديال الزبده ضروري، وغادي ندهنهم من الفوق، يعني غادي ندهنهم من التحت ودهنهم من الفوق. سمحوا لي الغزالات، كان الاذان كيأذن داكشي باش قطعت الاوديو. صافي البنات كما قلت لكم من بعد ما ساليت هاد لي سيجار غادي ندخلهم للفران باش يتحمروا ليا من التحت ومن الفوق. غادي ندوز باش نوجد معكم لي كاب كيك مالحين خطيرين البنات، شي حاجه خطيره كنقول لكم، شي حاجه روعه في المذاق يا سلام، وساهلين وكيوجدوا دغيا. عندي هنايا ثلاثه ديال البيضات، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، فلفله مقطعه صغيره، مربعات صغيره، شويه ديال الزيتون مقطع، لانشون اولا مرتديلا يعني حكوها. هنايا عندي ياغورت
مسوس او ياغورت طبيعي، الا كان متوفر عندكم ما كانش عوضوه بنص كاس ديال الحليب. عندي هنايا الفرماج حمر اللي محكوك حتى هو، جوج صاشيات ديال خميرة الحلويات، نص كاس ديال الزيت، والدقيق على حساب الخليط تقريبا لس ونص ديال الدقيق. فهاد الأثناء راني شعلت على الفران باش يسخن وطيبوهم على درجة يعني نار تكون مهيلة بحال شكل لي كاب كيك الحلوين العاديين او بحال شكل الكيك. من بعد ما حركت المكونات مزيان غادي نديرهم في دوك الكويغطات ديال لي كاب كيك. بالنسبه للبنات دوك الكويغطات ممكن ديرهم في هادو العادي، ممكن ديرهم في دوك الكويغطات ديال الكارطون يعني ما تحتاجوش المول. الا كنتو غادي ديروا هادو فضروري خصكم المول ديال لي كاب كيك، لان دوك الوالا كيكونوا قاصحين يعني كيكونوا من الكارطون قاصحين، ما كتحتاجوش المول يشدهم، ماشي بحال هاد الكويغطات ديال الورق كيكونوا رهافين ضروري من المول باش يبقاو في لافورم ديالهم. من بعد ما ساليت هاد لي كاب كيك غادي ندخلهم الفران كما قلت لكم اللي شالت عليه قبل، وغادي نقص عليه نار. هنايا البنات خرجت ليا تقريبا خرجت لي النيت 12 حبه ديال لي كاب كيك، يعني جاتني نيشان 12 حبه نيشان، جاو غزالين البنات صدقوني لذادين. من بعد ما طيبوهم خليهم واحد شويه في الفران عاد جبدوهم باش ما يبطوش ليكم. وها هو الفطور ديالي، واجد خفيف ظريف، ونتمنى حتى انا نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. نتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تعجبكم والوصفات يعجبوكم يا ربي، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. فما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم واللي لايك ديالكم اللي كتشجعني وكتحفزني دائما نزيد نحط لكم الجديد. فشكرا لكم دائما. لي سيكار ديالي كيجيو غزالين مقرمشين وفيهم مذاق غزالين، كذلك لي كاب كيك واخا يبردوا البنات راه كيجيو زويونين. التحليه حتى هي بردات جات غزاله، ولا صوب ديالي درتها غير بخضيره ونكهتها بالكرافس كتجي زوينه حتى هي، درت عصير ديال البرتقال. حتى لهنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم الغزالات ديالي، خليتكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.